بهم كاملين 14 البارامتر باش تخرج ليا اكزاكتومون لا ديوري دو في ديالو. ما كاينش كل هذوك الاليات اللي ممكن ان الانسان يديرهم كاملين باش يخرج اكزاكتومون كاين لي لا ديوري دو في ديال داك سميتو او المده ديال الصلاحيه ديال ديك الماده. وبالتالي شنو ولات كدار؟ عامين. ايوا كدير ديك العامين باش كتفادى. هي غالبا ما عمرها ما تكون قل، وغالبا تقدر تكون اكثر بزاف، فهمتي؟ ولكن باش كتحمي المستهلك اللي مسكين كيكون في هذا الامر هذا امي، كتحمي كتقول له ودي هذاك المنتج خصو على الاقل يدير لي عامين ديال مده الصلاحيه ديال هذاك الماده، حتى الا كانت اكثر ماشي مشكل، ولكني غير تكون في المده الحقيقيه ديال الصلاحيه ديالها باش الا دخلت الجسم ديال الانسان ما تاثرش عليه. نعم. وانت كتشوف المده الصلاحيه ربما غادي تلعب دور. يعني الطريقه ديال انا كنصح يدار في الثلاجه شنو تخيل في حراره المطبخ. الطريقه ديال الحفظ هو حافظ راسه. نعم. هذا هو الغريب في سميتو في الخل ديال التفاح، بمعنى انك تحطه ما يمكن له يتادى الا الا بدات كتبان واحد كما كيقولوا فراره في الراس ديالو، يعني فوق السطح ديال داك سميتو، وهنا ديك الفراره كتعني بان كاين هناك ميكروبات. ثم كتبان واحد الصوفه، وهنا كيبانوا دي شامبينيون اللي كيقدروا يكونوا فيه. هادو في حاله ما الا حليتيه وبقى محلول، حلينا في اللابوراتوار وشلنا هاد الامور اللي كتبقى تبان لنا فيه في المختبر. هادو هما اللي كيعطيونا بانه الى طوالت فوق 6 شهور هو محلول، بحال دايروا في شي كاس ومحلول، كتولي هادو يعني الاشياء المعايير اللي كتبين ترتب على انه خليتيه في ظروف غير ملائمه للتخزين. اما الا سديتي عليه وما وداك الشيء كان محفوظ، والا درتي عاوتاني في الثلاجه كيبان بان المده ديال الصلاحيه ديالو غتبقى طويله. انا بغيت نسولك اسمح لي، هو ملي كنحركوا الخل التفاح تيتخلوض، يعني انا تتكون كتبان لك فيه شي ماده بحال خيوطه صغيرين، هو تيخليو فيه كيخليو فيه بعد اولا الطروفه ديال التفاح باش في الوقيته اللي كت هذا يعطيك داك الخيوط اللي كيبانوا. انا كيبان لي وتما لي فيبر لي فيبر ديال التفاح راه ما كتحيدهمش كاملين. نعم. ولي فيبر ديال التفاح كل ما بقاو كل ما كينقيو لك المصران ديالك. هذا اللي كيميزوا انه طبيعي 100%. عجيب. هو داك لي فيبر هما اللي كيخليو المصران ديالنا كله كيتنقى. تصوري لو انك تشدي التفاح وتيبسيه وتطحنيه وديري على شكل بودره، وتاخذي الخل ديال التفاح بالطريقه اللي غادي نتكلموا عليها، وتاخذي معها معلقه كبيره ديال البودره ديال التفاح، يستحيل ان تبقى لك شي حاجه في الكرش ديالك. وداك الشيء اللي كان عندك هذه سنوات كتشوف بانه غادي كيخرج بواحد الشكل عجيب وعجيب جدا. دونك طريقه للتنقيه ديال الجسم غنشوفوها الوصفه اللي نقيدوها معاك، نوصلوا لها بعدين ونشوفوا وصفات اخرى اللي غتفيد اكيد المستمعين. غير خليكم معنا، احنا راجعين. ومازال كنتكلموا على خل التفاح اللي كنشوفوا مجموعه من المكونات ديالو، كنشوفوا كذلك الفوائد العلاجيه ديالو على مجموعه من الامور اللي كتخص الذات ديالنا. مرحبا باسئلتكم دائما على ارقام 0522 36 10 36 او 36 05 36. اجي نطرقوا لبعض النقاط اللي كتخص دائما خل التفاح. شفنا السلامه من خلال الجوده، من خلال ربما الاعداد ديالو، شفنا ربما شنو تيميزو باش انه طبيعي. تكلمت على واحد المساله ان الانسان خاص من ياخذ خل التفاح دائما يمشي في اطار الثقه واطار ان منين كيشري. ثاني شيء خاصو يقرا شنو مكتوب على الخل ديال التفاح. شفنا كذلك ان كيبقاو فيه واحد لي فيبغ اللي كيبقاو في الخل ديال التفاح اللي كتبين مدى طبيعيته اكيد. وشفنا حتى الامور اللون ديالو اللي كيميزو على انواع اخرى او مكونات اخرى. اجي دابا نشوفوا الفائده. انا ديما كنبغي الفوائد. وما كرهناكش تعاود لنا حتى الوصفه اللي عطينا قبل من الفاصل. انا غيسولون عليها المستمعين ديال التنقيه ديال الذات اللي فيها المعالق ديال ما عقلش صراحه على المكونات، مي عطيناها سريعا ووعدنا اننا غنعاودوها بعد الفاصل. مرحبا. بالنسبه ما بين الاشياء الاخرى التي اقيمت كبحث او كبحوث على الخل ديال التفاح، تبين بانه من خلال واحد البحث بريطاني ان خل التفاح كيحد من انتشار الخلايا السرطانيه. نعم. وهذا شنو كيعني؟ بمعنى انه الانسان اللي الان مصاب بالسرطان ممكن الوجبات الغذائيه ديالو كلها يكون فيها الخل ديال التفاح، لانه كيلعب ثبت بانه كيلعب دور ديال انه كيوقف الخلايا السرطانيه من انها تنتشر تزيد تنتشر. وهذيك اللي كاينه ولا كيضعف من 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 السرعه ديال النمو ديالها. وبالتالي وسيله من وسائل تحديد انتشار وتحديد تسريع النمو ديال السرطان. شنو بقى ليا؟ غير نرفع من المستوى المناعه ديالي باش
نقدر نقضي حتى على دوك الخلايا اللي باقا عندي في الذات ديالي. فما كاينش شي وصفه من الوصفات السرطانيه اللي كتلقى هذوك المتخصصين في التغذيه ما كيحطوش فيها الخل ديال التفاح. لما لهاد الماده من الفوائد ديال انها كتلعب دور ديال انها كتوقف النشاط النهائي ديال الخلايا السرطانيه. ثم كتعطل هادوك اللي باقين حيين، كتخليهم عوض ما ينقسموا بواحد السرعه كبيره، كتبطئ في العمل ديال الانقسام ديالهم. وهذه مساله عجيبه وعجيبه جدا اللي خص يبنيو عليها جميع الاطباء في يعني المحاوله ديال ديك الاستعمال ديال مثلا لاشيميو وداكشي، يوصيو كذلك في المجال ديال التغذيه انهم بزياده على هذاك الشيء اللي ياخذوه كمواد كيميائيه، زياده على هذا ياخذوا في البرنامج الغذائي ديالهم الخل التفاح، لانه ثبت علميا من خلال الابحاث التي اقيمت في مجموعه ديال المؤسسات الدوليه وخاصه هذه المؤسسات البريطانيه اللي بينت على اساس انه كيلعب هذا الدور المفيد والمفيد جدا. كذلك جميع انواع السرطانات، يعني من جميع انواع السرطانات، اضافه الى ان هناك دراسه اقيمت على الفئران وبينت ان خل التفاح كيقلل من الدهون اللي كاينه في الجسم ديال الانسان، وكينشط الجسم، كيولي واحد فيه واحد النشاط، واحد الحيويه لا تتصور، وكيقلل من ذاك الخمول اللي كيعيشه الانسان في الحياه اليوميه ديالو. فاش كينوض كيلقى راسو بانه مسالي مفضي، وكتلقى بان الشحمه عنده في الكبده، والشحمه عنده في الدوره الدمويه، الشحمه عنده في القلب، عنده بارتو عنده الشحمه. هذه كتلعب دور ديال انها كتهبط النسبه ديال الدهون اللي كاينه في الذات، وبالتالي لما كتهبط ديك الدهون كيحس الانسان بواحد الحيويه وواحد النشاط، وكيمكن له يمشي للخدمه ديالو، هو في فائق الحيويه. كتهرس اولا كتكسر الدهون، كتكسر الدهون. ايوا هاد النقطه هذه بالذات اكيد مستمعين بزاف غيتسالوا عليها، لان خل التفاح سمعنا عليه كثير انه كيساعد في نقص الوزن، الناس اللي عندهم يعني وزن زائد بزاف. مدى صحه يعني هاد المعلومه؟ واش فعلا خل التفاح قادر بوحدو انه ينقص من الوزن، او لا خاصو يكون بالموازاة مع برامج اخرى ومع اشياء اخرى باش نقصوا من الوزن ديال اي شخص يعني باغي ينقص من الوزن؟ ايوا انا نعطيهم واحد الوصفه دابا. نعم. كادو اللي غتخليهم ماشي، وخاصه النساء اللي غتعجبهم بزاف وبزاف بزاف. الكرشي هكا وهو ما يسمى الدكتور. نعم. محمد احسين في ليله الاحتفال باليوم العالمي للمراه، يعني جميله يعني. حنا نتبرعوا الكادو ديال الدكتور احسين غتاخذوه دابا. نتبرعوا مع المراه اليوم مع نهار ليله اليوم العالمي. نعم كل سيدات اودي. نعم. تبين على اساس ان الثلاثي الذهبي الثلاثي الذهبي اللي هو العسل والخل ديال التفاح والثومه، ياك لاله جميله. نعم. هاد ثلاثه ديال الخل العسل والثومه. نتبع معك، خاصني ضروري نشوف الحقيقي ونشوف معك. هاد الثلاثي هذا لما يعني خداوه واحد المجموعه ديال الناس، اشنو كانت النتيجه؟ هو انه منع تراكم ديال الدهون في الارداف وفي البطن. نعم. وشنو هو المشكل اللي كيرق المراه؟ وهو ذاك البطن ديالها اللي زايد القدام. وهو ذاك الارداف اللي زايده عندها بزاف. وبالتالي تبت غير من خلال هذا الثلاثي هذا، كيفاش نفس الكميه ديال كذا وكذا، هذ الثلاثه الا خديتي العسل غتاخذ قدو ديال الخل، وتاخذ قدو ديال الثومه، وغتصوب منهم خليط ثلاثي، ومنه تبقى تاكل معلقه صغيره في النهار الاول، وشوف واش الجسم ديالك تفاعل معاه مزيان. ثم كتاخذ معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في الليل. نعم. وتشوف عاوتاني كيفاش الامور غدا عندك مزيان، ومن بعد غتاخذ معلقه في الصباح ومعلقه في 12 ومعلقه في الليل يوميا، وغتشوف راسك بانه. نعم. مع الوقت غتحس بان هذاك الدهون بدا تم الحرق ديالها، وذاك الدهون بدات كتشفط من الارداف. نعم. وكذلك من البطن. نعم. وهذه هي الرساله اللي بغيت نلمسها. النقطه اللي كتشرت لك قبيله ديال الخل، انا كنعرفوا ان الخل فريمون مركز بزاف، فدائما كنخفوا بالماء، يعني في كثير من الوصفات اللي كيبغوا السيدات، وحتى انت ذكرتها شحال مره، اللي كيبغوا نقصوا الوزن تديروا ديك معلقه صغيره في الماء اللي كيكون دافي كتشرب على الريق او غيره. هنا دائما الخل كنخفوه بالماء. هنا ما عطيتينيش الماء، عطيتيني الثومه. الثومه تبارك الله اللي هي قويه وعندها فعاليه وكبيره على الذات ديالنا، وقاصحة في المذاق لاذعة بزاف. عطيتيني الخل تبارك الله قوي منها، والعسل قلتي نفس الكميات كتخاد وكتطحن، غيجي تقيل ما نخفوش بالماء.
لا هو فاش غديريه غيجيك بحال اون كريم. اه بحال اون كريم، وهذيك لا كريم البنه ديالها بحال راك تاخذ ياورت. هذا الشيء علاش كيعجبني انا تخدم في هذا الشيء. دقتي بعدا صافي بحال لك تاخذ الياورت وهذا ما تخفوش كاع بالماء كاع هذاك على حساب على حساب العسل الا كان عقد راه غتزيد ليه شي شويه ماشي ديال الماء ولكن ديال الخل. دونك كنضيفوا الكميه ديال الخل دائما الخل باش كتخليه بحال اون بيتيت كريم وكما قلت لك بحال الياورت وهذاك الياورت كتبقى تاخذه في الصباح معلقه معلقه كبيره معلقه لا غير صغيره في الاول في الاول على طول النهار بعض المرات كيكون هناك في الجسم لحقاش هو فاش غيدخل الجسم ديال الانسان علاش قلنا معلقه في الاول باش كيبدا الجسم ديال الانسان كيتفاعل كيتقبلوا يولف عليهم ولما كيقبلوا الثومه كدير خدمتها والعسل كيدير الخدمه ديالو وكذلك الخل ديال التفاح كيدير الخدمه ديالو وكيبداو بهذه العمليه ديال شفط الدهون ولما الدهون كتبقى تشفط شنو اخر عاوتاني كيتقاد هو ان الالتهابات اللي كاينه عندي في المعده والالتهابات اللي عندي في الاثنا عشر وفي ذلك في الامعاء الدقيقه والقولون كتولي تقاد ثم كيدخل الدوره الدمويه وكيتسارى ليا في الدم في الجسم ديالي والالتهابات اللي كاينه كذلك عندي في الجسم ديالي كتشوفها بان غدا وكترتب كترتب واحد الشكل لا يتصور. فالناس اللي عندهم الام في الجسم ديالهم لما كياخذوا هذه الوصفه مع الوقت كيحس براسو بان دوك الالم بدا كيخف عليهم. وشنو هو الالم غالبا؟ ما هو التهابات محطوطه في مكان من الامكنه اللي عنده في الجسم ديالو. وبالتالي ثبت علميا بان هذا الامر هذا ولا هذا الثلاثي الذهبي عجيب وعجيب جدا لجسم الانسان. شفنا الكميه، جي نشوفوا الكيفيه. معلقه صغيره في النهار ولا معلقه صغيره على ثلاثه المرات في اليوم بدايه؟ معلقه صغيره في الصباح. اها دونك ثلاثه المرات. لا النهار الاول غير معلقه صغيره في الصباح. ويشوف الانسان واش ما كاينش الدس ديالو كيفاش تفاعلت معاه غثيان ولا حس. لان دائما الجسم ديالنا فاش كتجي شي حاجه بور لا بروميير فوا غالبا كيحاول يتفاعل معها. هذاك التفاعل كي داير الا دازت مرة الكرام ما فيها كما كيقول فبها ونعمت. الا ما درنا مرات مرات مزيان اليوم الثاني يقدر يجي كنعاود عاوتاني غير معلقه صغيره اليوم الثاني. الا دازت مزيان اليوم الثاني كيدوز سميتو المعلقه الثانيه. نعم. الا ما دازتش مزيان عاوتاني كنرجع غير المعلقه ديالي كنخليها حتى نشوف بانه معلقه ما بقاتش كدير والو الجسم ديالي ما بقيتش كنحس بداك بحال ولف عليها ولفت الثاني والثالثه. شحال المده يعطيني شحال المده وحنا كنستعملوا هذه الوصفه الثلاثيه ممكن الا كان الجسم ديالك كيتفاعل وإلا كان الجسم ديالك دغيا سريع ديال التفاعل مع هذه الخلطه هذه في شهر غتشوف راسك بانك شفط وبدا كيبان مع ريجيم غذائي رياضه. هذه بلا ريجيم شتي كادو الخير. هذه عجبات احسن كادو عطينا اليوم كادو الخير كادو الخير. بغيت نسولك بخصوص العسل هنايا العسل اللي كتفضل مثلا في هذه الوصفه اللي غتكون حتى هو عنده فعاليه واش اي نوع العسل غير يكون حر او لكن بعض الانواع العسل إلا كان حر غيكون ممتاز اي حاجه يعني سواء عسل حار او العسل اللي كيكون شويه خفيف هو مثلا هو العسل اللي غيعاونني مزيان بزاف هو العسل ديال الليمون. نعم ديال الليمون. نعم العسل ديال الليمون لان حتى هو كيسرع لي الدوره الدمويه وكينقي السموم اللي كاينه في سميتو في لالانف و هادو كلهم كيلعبوا دور على اساس انهم كيساعدوني في ان حتى ديك الدهون اللي تشفطات كتخرج كتجري مع دوك مع لالانف مع داك كما كيقولوا لو ريزو داسينيسمون اللي عندنا في الذات ديالنا. إلا سمحتي دكتور غادي نخرجوا فاصل غنائي وغنرجعوا أكيد من بعد من الفاصل نكملوا معاك سمعات من جدة وجديد. مازال معكم على شادة من خلال برنامجكم شادة الأسرة. مازال معنا كيف كل أربعاء باقي حاضر معنا الدكتور محمد أحسين أخصائي في التغذية. كنتكلموا اليوم على المادة العجيبة خل التفاح اللي شفنا معاك بداية مجموعة من الفوائد ديالها. عطيتينا وصفة ثلاثية ذهبية كادر كل النساء المغربيات اللي كيسمعوا لنا هذا الصباح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اللي هو غدا ان شاء الله 8 مارس. فكنتمنوا دائما من دابا سلامه وصحه للسيدات المغربيات ودائما ان كل الامور اللي وقفنا عليها انها تحقق وكل لانه يوم اللي كنوقفوا على بزاف ديال الامور كنشوفوا تحققات المدى ديال التحقيق ديالها. فكنتمنى الحظ الجميل لكل السيدات والساده كذلك. عطيتينا وصفه كتكون من الخل التفاح العسل الثومه ثلاثه المكونات كنشدوهم كنطحنوهم بنفس المقدار كناخذوه كنطحنوهم وكناخذوا معلقه صغيره في النهار الاول وكنشوفوا المدى القابليه ديال الذات ديالنا
واش توافقت مع هذه الماده او لا. لا غير هو انا نقول السيده ما نخبيش عليهم راه سيفغي راه صعيبه في انها تدوز لهم. دابا حتى سنه في الاخراج كتقول لي سهله هذه لا راه صعيبه لا باش لا جميله سلبيه لا 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 عرفتي علاش بغيت بالعكس بالعكس بغيت الناس وبغيت السيدات انا فعلا تكون عندهم ذاك المثابره انهم فعلا باغيين واحد الهدف باغيين يوصلوا له. فواخا يجيك المذاق ديالها كنقولوا على القمر بزاف مي واكبي عليه لان كاين واحد انا تخيلت غير الياوخت اللي قلتي كيجي المذاق ديالو بحال الياوخت. انا هذه القضيه غنديرها غير باش نتاكد واش فعلا المذاق الياوخت لا ماشي المذاق ديالو الياوخت هو الشكل ديالو هو سميتو التكستور ديالو كتكون بحال الياوخت. عندي واحد السؤال بخصوص الوصفه على البث المباشر الوغ مريم كتسولنا واش الثومه محكوكه خضراء هي كتكون مطحونه كلها يعني خضره ماشي نشويوها ولا شي حاجه خضره. وكاين اللي ما كيعجبوش الريحه ديالها كي بحال كيصهدها ولا كيبخرها واضح تيبقى نفس الاحسن نعم. احسنها هي تكون خضره الا دوك الناس اللي عندهم شويه بحال كيعيف شويه الثومه كتقول له طيح لي هذاك سميتو هذاك القوه ديالها بتفوار. هنا فقط سؤال هنا هذه الوصفه صالحه لجميع الناس كاينين الناس اللي كيكون عندهم بعض الامراض واخا تيكون عندهم سمنه او وزن زائد تيكونوا كيعانيوا من امراض اخرى هنا ما كتاثرش يعني على الانسان اللي كان عنده بعض الامراض هو الاصل ديال التونسيون بحال يعني السكري لا هذا النوع ديال هذه الخلطه او هذا المثلث الذهبي ولا الثلاثي الذهبي الفائده ديالو شنو هو بمجرد ما كيدخل المعده كيحفز اولا المعده على انها تنشط ثم كيحفز البنكريا على انها تنشط ثم بعد ذلك يساعد على عمليه الهضم والامتصاص ثم كيسرع الدوره الدمويه وكيحيد لي الالتهابات اللي كاينه في الطريق ديال الاعصاب والالتهابات اللي كاينه في الطريق ديال الدم الدوره الدمويه وكيرفع لي من المستوى ديال المناعه. ماشي غير الفائده وحده اللي جايه معاه بل مجموعه ديال الفوائد وهذه المجموعه ديال الفوائد النهار الاول فاش كيكون الانسان مصاب طبيعة الحال ديك في الايام ديال الحرب الاولى ما بين كما كيقول لوردر ولو دوزاردر غيكون هناك احساس بشي الام من قبل سميتو من قبل ذاك المتلقي لهذا الخليط لاول مره ولكن مع الوقت بشويه 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 حتى كيولي هذاك المفعول ديالو بدا كيظهر سد لنا دوك الالتهابات هو غيقيق عنده التهابات نسرح لنا الدوره الدمويه ها هو النشاط غيبدا عندي العطيس اللي كان عنده البارح ها رفعت المستوى ديال المناعه مشى ليا العطيس ومشى ليا اعراض اخرى اللي كانت كتبين بانني كنت مريض. لا هي هاد الامور هذه مفهومه يعني نعم. واضحه غير بخصوص الناس اللي عندهم بعض الامراض مثلا الناس اللي كيعانيوا من انخفاض ديال الضغط كنعرفوا الثومه وعلاقتها مع الضغط كاينين الناس اللي خصهم يديروا ريجيم يحيدوا مثلا ما يقيسوش الثومه هنا غير في هذه الحالات واش ما غتاثرش عليهم؟ هو في الوقيته اللي كنقول عندي ضغط كنقول بانه كاين في الطريق ديال الدوره الدمويه تصلب نعم كاين مشكل لان لو كنت عندي سميتو ذاك الجدار ديال الشرايين عندي لينه واخا تكون لا بريسيون كيف ما كانت ما تحش بها الجسم كله ما غاديش يحس بها لان كاين هناك ليونه ومرونه في الاوعيه الدمويه ليونه ومرونه في الشرايين ليونه ومرونه في الاورده في الوقيته اللي كنحس براسي بان عندي سميتو ضغط كيترفع بمعنى عندي مشكله في ذوك الطرقان اللي كيتسرى فيهم الدم وبالتالي شنو هو الحل هو انني نشوف كيفاش نلين هاد الامور والتليين احنا قلنا بان خل التفاح كيلعب دور ديال انه كيلين سميتو الجيكو بيلوبا كتلعب دور ديال انها كتسرح زيت السمك كيلعب الدور ديال انه كيلين الزيت البلديه كتلعب الدور ديال انها كتلين واحد المجموعه ديال الامور كتلعب بانك اذا كان فيا ضغط الدم خصني نشوف غير قالك اذا عرف السبب بطول العجب غير نشوف كيفاش انني نخرج من الحاله ديال التوعك اللي كاين عايش فيها ثم بعد ذلك غنلقى راسي بان فعلا دخلت المحطة جديدة لأنه واخا ناكل الثومة ما غيكونش عندي تأثير ديال الارتفاع ولا الانخفاض واخا ناكل العرق السوس ما نحسش بأن كاين هناك ارتفاع ديال مستوى ديال ضغط الدم ولا إذن هاد الأمور كلها غير نشوف راسي بأن عندي مثلا ضغط الدم شنو كنقول؟ هذه إشارة بولا شعلات هذيك الاشاره وديك البوله شعلات نمشي نشوف شنو هو الاصل ديالها شكون اللي شعل لي هذيك البوله غير كتشعل لي البوله ديال الغازوال في الطوموبيل ديالي كنعرف بان الريزرفوار خوا كنمشي مباشره عند مول الستاسيون كنقول لي عمر لي الغازوال كتطفى البوله لا ميم شوز في الوقيته اللي كنشوف ليبرتونسيون عندي خصني نشوف شنو هو الاصل اشنو اشكون مول الستاسيون اللي غنمشي عنده باش يحيد لي داك الفيون ديال ليبرتونسيون اون فوا كنحيدها
كات فوا كتولي ليبرتونسيون عندي عاديه، كتولي بحالي بحال الناس، ناكل بحالي بحال الناس، نمشي بحالي بحال الناس، نولي نشيط بحالي بحال الناس. اذا هذا هو لازمتو المدرسه الجديده اللي باغي نحطو في هذه البلاد ديالنا، الا وهي لا ميديسين روجينيراتيف، مدرسه اعاده البناء او لا طب اعاده البناء. شنو هو طب اعاده البناء؟ اعاده بناء الجسم كليا من الخلايا ديال الصباع الرجليه حتى الخلايا ديال الدماغ ديالي. وهذا طبيعه الحال خصو واحد مواكبه علميه ومواكبه بحثيه ويعني تقارير ميدانيه. هاد ثلاثه الامور هما اللي غيبينوا لي بان الحمد لله عندنا دابا معطيات عجيبه جدا في واحد المجموعه ديال المحطات، وغادي مع محطات اخرى الى غايه اننا نشوفوا كيفاش يمكن اعاده البناء كلي ديال الجسم ديالنا. ممتاز، جميل ان الذات كتبنى، وكاينين عوامل ومواد اللي هي ربما طبيعيه وعندنا في المنزل ديالنا، غير كنجهلوا في كثير من الاحيان كيفيه الاستعمال ديالها والكيفيه ديالها. كيف خل التفاح اللي بزاف السيدات كاين عندهم، وكاين مجموعه من الناس كيعملوه باش كيرقدوا بزاف ديال المواد، كيف كاين في السؤال ديال المستمع على الخل الصحراوي اللي مازال غنتكلموا عليه ونتكلموا انه كيشمل مجموعه من المواد. صراحه وبنين يعني كيشمل مجموعه من المواد اللي كتعمل سيغتو في التجديد او الخل ديال التفاح اللي كيدار في الكرداس عند الصحراوي، يعني كاين مجموعه من الامور. هنا انا اللي بغيت نشوف معاك، ملي تكلمنا على خل التفاح وتكلمنا الفائده ديالو سيغتو انه هو كيفتت او كيكسر لنا الدهون 100% وكيحاول انه ينقص الوزن، هنا كاين بزاف السيدات اللي كيستعملوا على، هنا شفنا عطيتي حيت اليوم الكادو ديال نسا، عطيتي بالنسبه للذات ديالهم باش يكونوا في رشاقه، اش نعطيو على مستوى الجمال؟ الجمال حتى هو اللي واخد حيز كبير من الاهتمام ديال السيدات، بزاف ديال السيدات اللي الان كيعملوا وصفات اللي كيدخل فيها الخل وكيدخل فيها هذا المكون العجيب هذا، هنا الفائده او الفعاليه ديالو حتى اش كتوصل بالنسبه للجمال؟ عجيب. نعم. المراه اللي خدات المعدنوس. نعم. والقزبور والكرافس والخل ديال التفاح والزيت البلديه. نعم. هادو كلهم الخل ديال التفاح لما كيدخل مع هاد المكونات هادو اشنو كيدير؟ بمجرد ما كيدوز ليا الدوره الدمويه كيشفط جميع الدهون اللي كاينه في الجسم. نعم. وكيمشي حتى لذاك لو ليكيد انترستيسيال اللي كيكون الماء اللي كيكون ما بين الخلايا وكينقيها. نعم. وكتعاود الخليه البناء ديالها، وبمجرد ما كتعاود الخليه ديال البناء ديالها، فاش كنقول الخليه جميع الخلايا اللي كاينه عندي في الجسم ديالي، من بينهم الخلايا ديال الجلد ديالي. والليكله المراه فاش كتكثر من الاكل ديال سميتو ديال الخل التفاح، كتشوف بان لابو ديالها بدا كيصفى وكتلمع، كتولي كتصفى بواحد الشكل لا يتصور، وكتولي مرنه وكتولي بحال مدهونه. نعم. الوغ كو هي ما دارت لا كريم ولا اي حاجه. شنو هو شكون كان السبب؟ غير الخل التفاح الماء غسلاته، لما غسل ليها الذات ديالها وغسل داك لي ليكيد انترستيسيال وخلى الامكانيه ديال العناصر الغذائيه اللي هي الزيت البلديه والمكونات ديال الكولاجين اللي كاينه في المعدنوس والمكونات ديال الكولاجين اللي كاين في القزبور والكرافس، هادو كلهم دخلوا، كتولي الخليه ولات كتاخذ العناصر الغذائيه ديالها ولات كتعيد البناء ديالها ولا هذيك الرشاقه ديالها ولات كتبان، وكما داك الدهون لحقاش اصلا الخلايا ديالنا كلها دهنيه، الخليه ديالنا اصلا دهنيه. الا شربات المراه الخل الاخر كتلقى بان اللحم ديالها الجلد ديالها بدا كيتشقق، وقعت لها اون ديزيدغاتاسيون. نعم. شتي الفرق ما بين هذه وهذه؟ اذا لما كنفكر ناخذ الخل، ماشي الخل العادي، ماشي الخل الكيميائي، وانما خل التفاح. حيت هو الوصفات كثير، هو اللي كيخصو يمشي مع الوصفات، كل الوصفات ماشي الوصفات، كل الوصفات ديالنا خصو يكون فيها خل التفاح. نعم. لان بهالطريقه هذه، وسبحان الله انا دابا دائما فاش كنقول هذا الامر هذا كنرجع للحديث ديال رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام. من الذي اخبرك يا رسول الله بان خل التفاح في هذه الامور هذه؟ البيت الله. البيت اللي ما فيهش الخل اهله جويع. نعم. احنا مازال كنشوفوا معاك يعني اهله جويع، باين بانه فيه الجوع، ماشي غير فيه الجوع، اهله انا نزيد نقولوا بانه غير قباح قباح. نعم. في السيفه ديالهم غيولي كيتشققوا في لابو ديالهم، غتولي فيهم واحد اشار تساقط في الشعر ديالهم، غيولي انشقاق في الظفار ديالهم، غيوليو بزاف ديال الحفر في العظم ديالهم. وهنا كيبان بانه
هذا راجع الى اساس انه ما مدخلينش واحد العنصر من العناصر الغذائيه المفيده في الجسم ديال الانسان. الا سمحتي دكتور غرجعوا بعد الفاصل. شهدوا مازالين معنا من خلال برنامجكم شهاده الاسره والاستاذ والدكتور محمد حسين اخصائي في التغذيه، كنتكلموا على خل التفاح، غنشوفوا مازال الفوائد ديالو، لكن الان توقفوا مع الاجابات على الاسئله اللي تلقيناها على 05 22 36 10 36 او 36 05 36. نبدا من عند السعديه من خريبقه اللي تكلمت على الخل الصحراوي والصحي او لا لا. الخل الصحراوي ثبت بانه ذاك الخل الصحراوي حتى هو له من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى. هذوك المكونات اللي كان في ذاك جميع، يعني كيتزادوا لمجموعه من الاعشاب. عرفتي واحد الخل في المناطق الصحراويه يعني واحد ديال السازاك، عرفتي داروا واحد الخلطه فيها ما يزيد على 24 نوع ديال الاعشاب. نعم. ومشيت خديتها وشفت الكيفيه كيفاش كيستعملوها. لو انك تشوف المكونات ديالها، انا بعدا ما حفظتش دوك غير كتبتهم دوك الاعشاب كلها، وقلت ياك ما تكون هناك شي تاثيرات سلبيه على الصحه ديال الانسان. فلقيتها في المكون النهائي ديالها، ولما درنا لها التحليل واحد الالات خاصه تبين بان المكونات ديال داك الخل عجيب وعجيب جدا. عجيب لا من ناحيه ديال التركيبه ديال العناصر الغذائيه، ولا من ناحيه ديال التركيبه ديال بعض المواد اللي كتلعب دور ديال مضادات الاكسده ومضادات ديال الالتهابات، وكذلك الغنى ديالها بالسيلينيوم اللي هو كيلعب دور ديال انه كيوقف ميم كذلك الخلايا السرطانيه. نعم. دونك سافو دير بان هذيك الخلطه الصحراويه خلطه عجيبه ما دامت بديك الصفه اللي تكلمت عليها. نعم. ولا بديك الانواع ديال النباتات اللي، فاذا كان هناك تخوف ديال السيده يعني الخل الصحراوي الفري يعني اللي كيتصيب في اللي كيتصاوب في دوك لي كونديسيون وعندو مالي صراحه يعني هذاك هو ممكن يعوض خل التفاح في ناحيه المنفعه ديالو. هو كاين او كل واحد في بلاصتو يعني هو الا حطيتيه بالطريقه اللي كيديروها هما بعد المرات تقدر تصدق بعد المرات ما تصدقش انك تجبد منه الخل. بار كونتر الا درتيه في الخل ديال التفاح هذوك المكونات اللي كاينه في ذوك الاعشاب كلها كدوز الخل التفاح وكتولي من بعد ما كتصفي كتولي تشرب الخل ديال التفاح اللي هو معشب. نعم. وهذاك الاعشاب اللي كاينه فيه هي اللي الفوائد ديالها لما كتوصل للجسم ديال الانسان كتعطي نتائج عجيبه. هو كنشوفوه هنا في الدار البيضاء كثير غير في العيد الكبير الوقيته ديال الكرداس تما فين كيجي بزاف صراحه وكيبنن كيف قلت لك قبيله. اجي نمشيو السؤال الثاني ديالها اللي تكلمت على الهشاشه ديال العظام، تكلمت انها كتاخذ الدواء ديال الاعصاب اللي كيزيد لها من الوزن سكيليوز، تكلمت على التغذيه اللي تكون موافقه للهشاشه. صح. نعطيو نظام غذائي سريع. لا لا، الناس اللي كيعانيو من الهشاشه ديال العظام. نعم. انا كنقول لهم من اليوم يحبسوا جميع الانواع ديال اللحوم. نعم. اللحوم كيف ما كانت وفي واحد النهار مثلا فكروا مثلا جاتهم ديك الشهوه اللحم ديالهم غيشدوا اللحم ديال الدجاج او لا اللحم العادي او لا الحوت ويرقدوه في الخل. في الوقيته اللي كيترقد ما كيبقاش عنده الامكانيه ديال ديك الساعه يترصب على الجدار ديال الشرايين، والانتاج ديال مثلا ديك الاحماض اللي ممكن تكون ملوثه غالبا ما كتكونش لان المكونات ديال الخل غالبا ما كت هي اللي كتنوتراليزي هذوك لي زاسيد اللي كيكونوا عندي، وبالتالي ما عمره ما كيترسب وما كيكون. اذا حتى الدجاج الا لاحظتوا في الوقيته اللي كترقدوه الليل كامل في الخل لاغت لي كيولي رطب واحد الشكل لا يتصور. ما كيفقدش يعني العناصر الغذائيه، القيمه الغذائيه ما كيفقدهاش، بل بالعكس كيولي ساهل العمليه ديال الهضم والعمليه ديال الامتصاص وما الى غير ذلك. اذا النساء اللي عندهم هذا المشكل ديال الهشاشة العظام اول حاجه يقوموا بها ممنوع اللحم والدجاج والحوت، ممنوع الحليب والمشتقات ديالو، ممنوع كذلك الخبز والمشتقات ديالو. الناس اللي عندهم دابا الهشاشه شنو هو الامر؟ واخا كنقولوا الهشاشه العظام والحليب يعني يعني الحليب كنعرفوا المنافع ديالو بالنسبه للعظام والبناء ديالها يعني احتوائه على الكالسيوم ومواد اخرى. هو شنو هو ماشي يعني ماشي يعني ماشي الكالسيوم اللي ديال الحليب هو اللي كيضرنا، لاسيد اللي من بعد كيتم التحليل ديال داك اللاكتوز اللي كاين فيه وديال بعض البروتينات اللي كاينه فيه، لي زاسيد اللي كاين وداك لو غرا اللي كيكون فيه، لي زاسيد اللي كيتكونوا من خلال التحويل ديالهم هو اللي كيكونوا السبب، ماشي الاملاح المعدنيه والمكونات الاخرى المفيده اللي كاينه في الحليب هي اللي كتكون السبب. فلهذا تخوفا من انه يتبنى عليه ماشي كديك البيريود اللي كيكون عندها فيها الهشاشه كتقول لها
حبسي مؤقتا وخذي داك اذا كان عندك المشكل ديال الكارونس في الكالسيوم اللي خايفه منه خذيه من المعدنوس وخذيه من الكرافس وخذيه كذلك من من من, من القزبر وثم خذي كذلك العصير ديال الخضروات وخذ الفواكه وغتمشي بهذه الطريقه هذه وبخري الاشياء اللي ما قديتي بحال دابا كاين كيقول لك ودي انا ما كنقدرش نعيش غير ما هو كرو ما هو نيء يعني ما طيبش كتقول لي حتى الا بانت لك بغيتي تطيب طيب لك شي حاجه ولكن طيب على شكل بخار او لا تسلق احسن من انها تخاد ديريكتومون فاذا مشيتي ليا بهذه الطريقه هذه وخديتي لا كلوروفيل وخديتي بعض المكملات الغذائيه كتعرف راسك بانه ممكن ان الجسم ديالك غادي يتغدى حقيقه بسميتو بالغذاء الطبيعي وغادي يوصل ليه جميع المكونات اللي غتعاود البناء ديال العظام ديالك والصيام ما بين الامور العجيبه جدا اللي ممكن تعاود البناء ديال العظام ديال الانسان الصيام وشرب ديال العصير ديال الخضروات وكذلك الفواكه والمشي تحت الشمس والنعاس بكري وهذيك الامور اللي كنتكلموا عليها كلها تحترمها السيده وغتشوف بان البناء ديال العظم ديالها والهشاشه ديال العظام غتمشي شيئا فشيئا حتى تحيد. واضح. السعديه من مراكش، السعديه اللي عندها كره في الوالده وكتبع البرنامج ديالك اللي كنا عطينا اللي فيه الملح الانجليزي. المشكل ان السعديه ما لقاتش الملح الانجليزي، دونك بغات تعرف واش كاينه ماده ممكن تعوض به هذا الملح الانجليزي. هي حاليا 3 شهور هي عامله الريجيم اللي تكلمتي عليه وكتقول انها حساس يعني بواحد شويه ديال التحسن. هو في الوقيته اللي وقفات على هذا الملح الانجليزي سفري واحد الوقيته بقينا كنقلبوا هو موجود في لي فارماسي. موجود في لي فارماسي غير حنا كنقول ليه الملح الانجليزي هو اللي كيتسمى لو سلفات دو مانيزيوم راه موجود ولكن الا بغات تاخذ هذه السميه ديال الملح الانجليزي من بعد تصل بالكونترول ويعطوها للتليفون ديال الناس اللي كاين في المغرب الا كانت في مراكش موجود في لي فارماسي موجود غير بالاسم غير بالاسم سلفات دو مانيزيوم راه هو هذاك في حالة ما بغات تاخذوا يعني السميه ديال الملح الانجليزي كما قلت في التصل بلو كونترول والمدينه اللي كانت فيها راه غتمشي تكمل على نفس البرنامج المكان. بالنسبه للكره في الوالده تكمل على نفس البرنامج هو تبقى نقيه. هذا هو اللي كنطلب من سميتو من المستمعين الكرام هو دائما يبقى ما ياكلش المواد المحفظه ما ياكلش المواد الملونه ياكل طبيعي ما بين الماكله والماكله سبعه اربعه ديال السوايع وما وتراقب الكرات وعندها ثلاثة ديال الماكلات في النهار وما تاكلش حتى تجيها التخمة غير هاد الأمور هذه ممكن أنها وتصوم الاثنين والخميس مو هاد الأمور هذو ممكن يلعبوا لها دور على أساس أن الجسم ديالها ينقي راسو وحريق البول اللي عندها حريق البول حريق البول إلا كانت كما قلنا إلا كان عندها الالتهاب فتاخذ قبطات المعدنوس والكرافس والقزبر مع الخل ديال التفاح مع سنينة ديال الثوم مع زيت الزيتون هادو كيلعبوا دور ديال انهم كيحيدوا التهابات اللي كاينه في الدات كلها. ثانيا الصيام كيحيد كذلك التهابات اللي كاينه في الدات كلها. ثالثا التنقيه ديال الرحم ديالها لما يتنقى ما غيبقاش دوك الانتفاخات يعني تزير على المتانه وتعطيها دوك الالتهابات. دونك كل ما تنقت هذا الوالده كل ما داك الضغط اللي كيوقع على المتانه غيتحيد ولكن مؤقتا تشرب يا اما المحلول ديال الصبار يا اما داك المعدنوس والقزبر والكرافس مع زيت الزيتون مع الخل ديال التفاح مع سنينه ديال الثوم كذلك الصيام هادو من الاشياء اللي كتنقص ليا من العمليه ديال التهابات اللي كاينه في الدات ديالي. نعم واضح. نمشيو لعند فاطمه من الدربيضه اللي تكلمت على الشهيه اللي مسدوده لها وتكلمت على ان ملي كدوز عند الاخصائيين كيقول لها العصا في المعده. هذه رساله كذلك اللي غادي نعطوها جميع المستمعين الكرام. المراه اللي كتحس براسها بانها ما عندهاش الشهيه والراجل اللي كيحس براسو ما عندوش الشهيه والوليد الصغير اللي كيحس براسو او اللي كيقولوا ليه الاول كيقولوا والديه بانه ما عندوش الشهيه فقط جوعوا جوعوا وعوض ما نقول لكم جوعوا صوموا صوم يعني لا بمجرد ما تصوم اليوم غدا بعده واحد الوقيته غتولي تقلب على الحجر تاكلو وغتبقى تقلب باش تاكلو راه المشكل ديال هذا الشبعه ما بغيتش نقول خذ الحلبه او لا خذ لا لوفور دو بيير افيك سيلينيوم او لا خذ لا احسن طريقه باش ترجع لي الشهيه ديالي على احسن ما يرام هو انني نجوع الجسم ديالي وفي ذاك الجوع شنو دابا علاش كتجيك لاسونساسيون ديال الشبعه لان الجسم راه عنده منهمك في شي اشغال
وانت كتخربقيه بداك الماكله العوجه اللي كتاكليه، منهمك فشي اشغال وانت مازالك كتسهري حتى الوحده الليل، منهمك فشي اشغال وانت كتنتجي ليه من خلال الستريس اللي كاين عندك بزاف ديال المسائل اللي ولات كتخربق المكونات ديال الذات ديالك، ومسكين هو تيقلب باش يصلح وكيدير كيسد لك الشهيه. علاش كيسد لك الشهيه؟ غير باش ما تدخليلوش عاوتاني الماكله اللي غتزيد تبرزطو في العمل ديالو. فشنو هو الحل؟ اعطيه الراحه للجسم ديالك. نعم. سير خرجي واحد السيمانه لشي راحه وتمشي حفيانه في الغابه ونعسي بكري وخذي لك واحد القسط من الجوع وغتشوف راسك بانه راه الذات ديالك رجعت الى النصاب ديالها والجوع رجع لبلاصتو والماكله وليتي غتولي توحشي الماكله وتاكلي بحالك بحال الناس. نعم واضح. غير قبل ما ننتقل لسؤال ثاني، هي فاطمه كتعاني من العصب في المعده، يعني بزاف الناس اللي كيعانيوا من هذا المشكل كنلقاو فعلا عندهم داك الشهيه ناقصه، هنا ما كاينش يعني شي علاج اللي يحيد لهم داك العصب من المعده باش تفتح لهم الشهيه؟ هو الا خدات، علاش قلت لك اودي تاخذ الجوع؟ نعم. الجوع كيلعب دور ديال انه كيخلي واحد جوج ديال لي زورمون ينوضوا يخدموا بعد ما كان مسدود عليهم في الايام ديال هاد التمارة اللي كتعيشها هاد السيده هادي، وبمجرد ما غيخرجوا هادوك لي زورمون يديروا خدمتهم كون على اليقين ان داك الاعصاب اللي كنتكلموا عليه ما غيبقاش ليه المكان ديالو. والخل ديال التفاح ما بين الامور اللي غتساعدني على اساس انه داك الجوع نسرع من العمليه ديال الخروج ديال الدخول ليه. كيف يعني؟ لما غتاخذ معلقه كبيره ديال خل التفاح في نص كاس ديال الماء وتخلطوا تشربوا يوميا على الريق مده، يعني هاد الايام كلها اللي جايه من بعد غتشوف راسها بان الميتابوليزم بدا كيتحرك عندها، وتاخذ ديك القهوه اللي كيسميوها القهوه الخضراء. نعم. تاخذ معلقه صغيره وديرها في كاس ديال الماء وتخليه الليل كله كيخمر فيها، ولا غد ليه تشرب داك الماء ديال القهوه الخضراء، ولما تشربه غتشوف راسها بان بدات كتشفط في ذاك الليكسي اللي كاين عندها في المعده، وبدات كتشفط في الدهون ديالها، وبدات كتحس كذلك بالوزن ديالها بدا كيقل، وغيبدا يجيها الجوع ويخرجوا السموم اللي كاينه فيها. واضح. غير هي في القهوه الخضراء تنتبه شويه ياكلها لا، حيت كاين بزاف ديال الاحتياطات اللي خاصهم ياخذهم الانسان قبل ما ياخذها، لان كاين الناس اللي كتجيهم ذاك التسريع ضربات القلب، كاين بزاف الناس فيحاول يجربها المره الاولى، وبالتالي لا وافقاته فهي مفيده جدا. حتى الطريقه انا لاحظتي شنو قلت لها؟ قلت لها ترقدها. وي ترقدها معلقه صغيره في كاس كبير ديال الماء الليل كامل. نعم. وتحيد داك القهوه وتشرب غير الماء ديالها. نعم. باش حتى دوك الناس اللي كتجيهم داك الضربات السريعه كيحس براسو بانه هذاك الشيء اللي كيجي الناس اللي كيشربوها بطريقه عشوائيه. نعم. ما كايناش عنده. والطريقه والشفط ديال الدهون كتمشي بشويه بشويه، والتسريع ديال الدوره الدمويه كتولي بشويه بشويه وهي غاده. فكل حاجه اذا اخذت بالقواعد ديالها كون على اليقين بانه النواتج الانعكاسات السلبيه ما كيظهروش فيها. ممتاز. عبد الرزاق من مكناس سولنا على واحد الوصفه كتجمع ما بين الترمس والخل ديال التفاح للنضاره ديال الوجه، بغى يعرف واش فعلا الوصفه مفيده. وهذا الترمس يعني ولينا كنسمعوا ليه كثير حتى هو من المكونات اللي زوينه بزاف في النضاره ديال البشره ديال النساء وحتى ديال الرجال. يعني هو فاش كتاخذ هاد شنو كيقول ليه الترمس داير بحال الحمص هو شويه. اييه هذاك كنقولوا حنا الزريعه ديال الاخواننا المشارقه وغيره. اييه هذاك غني بالبروتينات. نعم. والخل كيساعد ان الجسم ديالنا كما قلت لك ينتج لاسيد كلوريدريك بلس داك الانزيمات اللي غتحلل هذوك البروتينات ديال الترمس، ولما كيتم التحليل ديالهم كتدخل عناصر غذائيه مفيده للجسم ديال الانسان اللي كتعاود الهيكله ديال البناء ديال الخلايا كلها من الراس حتى للرجلين. وما بينهم الوجه. الوجه حتى هو ما عرفناش صراحه عبد الرزاق واش قصد انها خلطه تعمل على الوجه او لا تكال، يعني ما وضحش لينا صراحه. ماشي مشكل الترمس كيتكال حتى هو. نعم. ولكن مع الخل الدفاح جبص على الوجه وممكن وممكن كذلك ناخذه وكنصوب هذاك الترمس كتصوبه على شكل ان سميتو بحال داك الارجيل اللي كيتحط في الوجه ديال الانسان باش كيصفيه. نعم. عندك هو والبودره ديال الروز والخل ديال التفاح والخرقوم البلدي. نعم. هادو كلهم جمالك من الطبيعه لما كتخلطهم كتصوب واحد الماسك عجيب وعجيب جدا. داكشي علاش قلت اودي نعاودو معاك المكونات ياك، الخرقوم البلدي، بودره ديال الروز، خل ديال التفاح، والترميس مطحون. الترميس كتخلطوا وكيتعملوا على البشره. صح. نعم. غير هو كاين واحد المجموعه ديال النساء اللي الوجه ديالهم كيكون البي اش ديالو طالع بزاف. نعم. راه الا خدات
الخل ديال التفاح والبي اش طالع راه يرد لها الوجه ديالها كله احمر. نعم. اللهم تدير غير في واحد البوا دير ان تيست وتشوف الا كان ما كانش هناك احمرار تعرف بان لابو ديالها راه اللي كيلعب ما بين 5 و 5.5 دونك ممكن دير بها الماسك مخفف الا كنا غنديروه على الوجه ديالنا ماشي مباشره يعني وفي الوقت اللي خصو يكون مخفف بالماء طبيعة الحال وإلا كان عطاها الحمورية تبعد منه حتى تقدر دير بشوية 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 بمعنى أن تكتر من الماء ودخل شوية الخل حتى تشوف بأن لابو ديالها كل ما زادت هذا اون فوا تولي لا دوز كبيرة أنا داك تعرف بأن البياج ديال البو ديالها رجعت إلى 5.5. نعم ماشي السؤال ديال إبراهيم من جديدة السؤال الأول اللي كان كيتكلم على أنه من الناس اللي واخا كياخذوا الكفاية ديالهم من النوم بالليل بالنهار كيحس براسه بحال اللي فيه باقي النعاس ما كيكونش على راحته ديما بحال اللي فيه نعاس بحال اللي ما نعشاش الليل كامل دجا كنا جاوبنا شنو نعاودوا نذكروه هو إلا خصو ينعس أولا بكري راه إلا ما نعش بكري ما نعش قبل 12 الليل عرف بانه راه الليل ديالو كله غيبان يبات بانه بحال واخا نعس واخا ينعس 14 ساعه كيبان له بانه يلاه نعس سويعه علاش لان الا خليتي الدات ديالك حتى الابري 12 الليل كتولي دائما الادرينالين كتنتج عندك وكان واحد النوع ديال الناس اللي عنده في الساعه البيولوجيه ديالو بمجرد ما كيوصل 3 الصباح كيبدا يضربوا الفيقه غير كتضربك الفيقه عرف بان الادرينالين بدات كتخدم وغير كتبدا الادرينالين تخدم عرف بانك راك فايق حس براسك بانك فايق فاول حاجه كنقول لهاد الناس هادو ينعسوا بكري مع العشرة ديال الليل باش يستافد من داك النوم الصحي اللي واخا ينعس فيه غير من العشرة لوحدة الصباح او العشرة لثلاثة الصباح راه كافي باش يخليه النهار ديالو كله يكون ناشط الا كان عنده مشكل في النوم انا داك كما قلت يعطي لراسو الصيام ثم يشرب داك العصير اللي مكون نص كاس مصوب من التفاح والنص الثاني مصوب من العصير ديال الكرافس وهاد الجوج هادو كينقصوا من الانتاج ديال الادرينالين وكيخلي الانسان يعيس النوم ديال الراحه. نعم بالنسبه للمريوت اللي كيعملها في الشاي مريوت مزيانه مزيانه بزاف سميتو حتى السرطان ديال الجهاز الهضمي نعم ومزيانه بزاف للكبد ومزيانه بزاف للدوره الدمويه ومزيانه بزاف لواحد المجموعه ديال المكونات وكذلك مضاد حيوي بواحد الشكل عجيب وعجيب جدا غير هو كيف ما كان الى زاد الشيء على حدين انقلب الى ضده اي حاجه كنفضل حتى الا كثرتي منها ما تفوتش 15 يوم حتى 21 يوم ثم تفارق معها شهرين ورجع لها ما كاين مشكل. نعم تكلم هو داك الالم اللي كيجي على مستوى الكتاف والظهر ديالو شنو نقدروا نجاوبوا ونصحوا هنا لما كتقول الكتاف عرف بان كاين مشكل ديال يا اما السمنه نعم ولما كيكون السمنه عندنا مشكل في القولون. طيب الا سمحتي غندمجوا السؤال ديال سميه لان الام ديالها عندها نفس المشكل الم في الظهر خاصه ملي كتمشى وتا هي زايده في الوزن ديالها كتعيا فاش كتمشى وكيضر ظهرها. البرنامج اللي خصهم ياخذوا نعم. هو ذاك البرنامج اللي تكلمنا عليه اللي فيه البيكربونات والزيوت والكاتابلازم وكذلك النوم المبكر شرب الماء المشي على الارض والبسيليوم والاكل الفواكه وشرب العصير ديال الخضروات وكذلك ما يسمى بالمحلول ديال الصبار ولا بوش لافمون الا دار هادو كون على اليقين بان لا الالم ديال الكتاف ولا الالم ديال الظهر ولا التنمال ديال اليدين ولا النشوفيه ديال الفم ولا الشقيقه اللي كتكون في الراس ولا دوك الاعراض كلها اللي تكلمنا عليها في الحلقات الماضيه كلها كتمشي شيئا فشيئا حتى كتمشي في حاله نهائيا. نعم هكذا نكونوا جاوبنا على كل الاسئله ديال المستمعين تلقينا على الارقام ديالنا اكيد الاسبوع الماجي غنكملوا الموضوع ديالنا دائما ديال خل التفاح شفنا معك تعود ديال الفوائد غنشوفوا التعود الباقيه بالاضافه للوصفات دائما اللي هي هدايا منك لكل السيدات والساده هذه المره غتخص الجمال ديال السيدات الداخلي والخارجي مشكور بزاف دكتور محمد حسين على الحضور ديالك اهلا وسهلا شكرا لك شكرا للمستمعين اللي حتى هما رافقونا هذا الصباح مازال